وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا. اللهم كن لنا بما كنت به لأوليائك، أدخلنا في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم ارحمنا وعافنا واعف عنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا وآل بيت نبينا والمسلمين أجمعين، وألحقنا بهم على خير حال، ولا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح الرسالة القشيرية للأستاذ الإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب الولاية. الولاية هذا هو المقام، ومن أقامه الله في المقام يسمى ولي، فالولاية هي المقام، ومن أقامه الله فيه يسمى ولي. والأولياء أنواع، ومقامات الولاية أنواع كثيرة. صنف فيها بعض الأولياء لأنها معظمها علوم كشفية، صنف فيها الحكيم الترمذي كتاب سماه ختم الأولياء، مطبوع كتاب ختم الأولياء للحكيم الترمذي، صنف فيها مقامات الأولياء وجعلها بمئات الألوف، ولكنها كلها أمور تذوقية، والأمر متروك لله ولرسوله، فالله ورسوله أعلم. وكذلك ولي الله الإمام ابن عربي، محيي الدين ابن عربي صاحب الفتوحات المكية، أيضا تكلم فيها كثيرا وفي مقامات الأولياء والولاية. والولاية لها معنيان عند الصوفية، لها معنى واحد والمعنى الخصوص، وهو المعنى الخاص الذي يسمى العارف بالله أو الولي الذي خرقت له حجب نفسه فتولاه الله بعنايته فصار من أهل الخصوص والمعرفة، هذا هو المعنى المراد عند الصوفية. أما المعنى العام فكل أمة النبي أولياء، كل أمة النبي أولياء على الإطلاق، كل من آمن بنبينا صلى الله عليه وسلم ارتقى لمقام الولاية، لأن الله تولاه بمقام الإيمان والإسلام، فالإسلام والإيمان أيضا ولاية يتولى الله بها من يشاء من عباده، ويجعلهم من أهل الخصوص دون المشركين والكفار. حتى إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما ذكر حديث بعث النار وقال من كل 1999 في النار وواحد في الجنة، هذا يوم القيامة، يعني نسبة أهل الجنة لأهل النار 1 في 1000، فهذه النسبة الضئيلة جعلت الصحابة يخافون خوفا شديدا، فقال لهم صلى الله عليه وسلم إنما أنتم في الأمم كالشامة في ظهر البعير، فدل على أن أهل التوحيد وأهل الإيمان والإسلام هم أيضا من أولياء الله، ولاية عامة، ولكن هم في إسلامهم وإيمانهم درجات. فالولاية عند أهل التصوف يقصدون المتفوق وعالي القدر من أهل الإيمان وأهل الولاية العامة. يبقى في ولاية عامة تولاه الله بالإسلام والإيمان والعبادة فأقامه في مقام التوحيد وفي مقام الاعتراف بالنبوات وفي مقام الانقياد الظاهر للأنبياء، فهذه ولاية، ولاية التوفيق. ثم بعد ذلك هناك ولاية فضل فوق التوفيق، يتفضل الله على أهل هذه الولاية العامة فيختار منهم وينتخب منهم أهل خصوص، وهؤلاء هم المقصودون في هذا الموضوع اليوم. ولكن على أي حال عليك أن تحترم كل مسلم وأن تحترم كل مؤمن، لأنه ولو كان في ظاهره قد يكون من أهل المعصية في حال من الأحوال، لكنك لا تدري
ما أعده الله له سبحانه وتعالى من مقامات توبة أو من مقامات ترقي أو من مقامات اختبار يختبره فينقيه مما هو فيه بامتحان فقد عزيز عليه أو بألم يصيبه أو بمرض يبتليه به فيرفعه إلى درجته. ولذا يجب على كل مسلم أن يحترم كل المسلمين وأن يعتبر كل المسلمين أهل ولاية، ولكن الذين يقتدى بهم من أهل الولاية الخاصة هم المقصودون في هذا الموضوع وهم الذين يقتدى بهم، وإن كان حتى أهل الخصوص من أهل الولاية منهم من يقتدى بهم ومنهم من لا يقتدى بهم. فأهل الولاية من الكمل الذين يراعون آداب الشريعة في الظاهر مع القيام بحقوق الربوبية في الباطن مع كمال معرفتهم وشهودهم، هم أهل التربية الذين يقتدى بهم في ظاهر أحوالهم وفي ظاهر أقوالهم وفي باطن أحوالهم. أما أهل الجذب الذين ينجذبون إلى الله سبحانه وتعالى بسلوك قليل منهم وقد يغيب عنهم بعض الانتباه من حيث انشغالهم بالمعاني أكثر من انشغالهم بالقوالب، هؤلاء يسمون أيضا مجذوبون أولياء لكن لا يقتدى بهم، لأنه قد يقولون كلام في ظاهره يخالف الشريعة ولكن له معنى باطن يوافق الشريعة ويخفى على كثير من الناس، فلذا لا ننصح أن يقتدى بهم مع الاعتراف بأنهم من أهل الولاية أيضا، وهؤلاء يسموا المجذوبون. وهناك من يختلط عليه الجذب أحيانا والسلوك أحيانا وغير ذلك، فهم أنواع لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى. باب الولاية. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم في الدنيا وفي الآخرة ولا هم يحزنون في الدنيا ولا في الآخرة. لماذا؟ لكمال تسليمهم واستسلامهم وتفويضهم إلى الله، فلما كانوا مع الله وجدوا كل شيء، ولما وجدوا الله وجدوا كل شيء، أما من فقد الله فقد فقد كل شيء. فإذا كان مع الله على ما يريد كان الله معه على ما يريد، بل يجعل إرادة الله هي إرادته واختيار الله واختياره، وبالتالي لا يحزن على فقد شيء ولا يفرح بوجدان شيء، لأن حزنه وفرحه بالله وقد تم. ولذا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أخبرنا حمزة بن يوسف السهمي رحمه الله قال: حدثنا عبد الله بن عدي الحافظ قال حدثنا أبو بكر محمد بن هارون بن حميد قال حدثنا محمد بن هارون المقري قال حدثنا حماد بن الخياط قال عبد الواحد بن ميمون مولى عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله تعالى: من آذى وليا فقد استحل محاربتي. نهينا أن نؤذي كل مسلم، فدل على أن كل مسلم عليك أن تعتبره ولي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسان وآذى، لأن المسلم كما قلت لك ولو كان في حال معصية هو من أولياء الله بإسلامه وإيمانه واعترافه بالقرآن والسنة، فمهما كان في معصية لا يستطيع أن مثلا يعيب في أنبياء الله كما يفعل مثلا أهل الكفر، هم يعيبون في أنبياء الله. مهما كان المسلم في معصية لا يستطيع أن ينتهك المصحف أو أن يطأ المصحف بقدمه أو أن يدخل مثلا على الكعبة أو أن ينتهك حرمات الله، مهما كان عاصيا فقد تولى الله سبحانه وتعالى بتقديس ما قدسه الله واحترام ما حرمه الله وهكذا، وبالتالي هو في من أهل الولاية أيضا. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون جميعا من لسان ويد، لأنك لو أذيت مسلما كأنك أذيت وليا من أولياء الله فيحاربك الله، وعليك ألا تؤذي أحد، حتى إن من الخصال الموجبة للجنة أن تدخل السرور على قلب المسلم، ومن الخصال الموجبة للنار أن تدخل الحزن على قلب المسلم، فدل على أن هذا المسلم أمره عالي، فما بالك إن كان من أهل الخصوص في المسلمين من أهل الطاعة من المسلمين يكون حرمته أشد، فما بالك لو كان من أهل الفضل من أهل الطاعة وهم الأولياء الذين أجمعت الأمة على ولايتهم، يكون محاربة الله وإذائه لمن عداهم أشد وأشد وهكذا. حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى الكعبة وقال: إلا إن حرمتك عند الله عظيمة وحرمة المسلم عند الله أشد. انظر المسلم مطلقا، المسلم حتى اللي قاعد على القهوة بيشرب شيشة حرمته أشد من حرمة الكعبة، حتى اللي أحيانا يصلي وأحيانا ما يصليش مفرط مسلم،
لأنه لم يترك الصلاة إلا تكاسلا ولغلبة شهواته عليه، ولكن معترف بتقصيره بينه وبين نفسه، حتى أنك إذا قلت له صلي يقول ادعو الله لي أن ييسر لي الصلاة مثلا، فهو يعلم أنه مقصر على معصيته هذه هو حرمته عند الله أشد من حرمة الكعبة. انظر إلى هذه المعاني التي يجب على كل مسلم أن يراعيها عند تعامله مع كل المسلمين. تصور أنت أنك بتعامل كل المسلمين، بتتعامل مع كعبة، كل واحد ماشي كده بل أشد من الكعبة. شوف أنت كسوة الكعبة إزاي بتحترمها، شوف أنت لما تيجي تطوف حوالين الكعبة ما تطوفش حواليها إلا وأنت متوضئ وستر عورتك وبكامل احترامك، فكذلك تتعامل مع المسلم بكامل احترامك وألا تنتهك حرمته. الرسول قال يا ريت الرسول قال كحرمة الكعبة، لا ده قال أشد من حرمة الكعبة. انظر، لأن الكعبة جعلها الله قياما لعباده، فدل على أن العبد أقيم عند الله من الكعبة، بل جعل الكعبة له للعبد وجعل العبد لله، فالعبد منسوب إلى الله والكعبة معمولة لعبد الله يعبد الله فيه. فانظر إلى مقام هذا المسلم، فما بالك بقى لو كان وليا من الأولياء المجمع عليهم، لأن بعض المسلمين للأسف يسارع في إذاء أولياء الله وذكرهم بما يكرهون وبانتهاك حرماتهم حتى الموت منهم. فنسأل الله السلامة من مثل هذه الجرائم التي ينبني عليها الحرمان وينبني عليها الظلمة وينبني عليها عدم إشراق القلب بالطاعة. فبالرغم من انهماكه في الطاعة ليل نهار، إلا لأنه عاد الأولياء ولو بذكرهم بما يسيئهم يحرمه الله لذة العبادة سنوات طويلة. فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا. من آذى وليا فقد استحل محاربتي، وما تقرب إلي العبد بمثل أداء ما افترضت عليه. يعني أحب ما تتقرب إليه إلى الله به هي فرائض الله تسأل. وعلشان كده قالوا إن المغرور الذي ينشغل بالنوافل عن الواجبات. تبص تلاقي قاعد ليل نهار يذكر ربه وقاعد ليل نهار يواظب على سنن الطاعات وبعدين يعصى أبيه وأمه أو يؤذي المسلمين أو لا يطلب الطعام الحلال، يأكل من حرام، فيترك الأشياء الواجبة عليه أن يراعيها وينشغل بورد بسبحة بمسبحة أو بقراءة حزب من القرآن وهو مرتكب جرائم شديدة عند الله سبحانه وتعالى، مراعاتها أولى من مراعاة مثل هذه الأمور. ولهذا قالوا أن المغرور هو الذي ينشغل بالنوافل عن الفرائض. فعليك أن تعرف ما افترض الله عليك أولا، فالذي افترضه الله عليك أولا هو الأولى أن تفعله على القدر الأكمل. فإن أحسنت ذلك وعندك وقت زائد فعليك أن تأخذ من النوافل ما شئت. وما تقرب إلي العبد بمثل أداء ما افترضت عليه، وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى الفرائض هي أحب شيء عند الله يتقرب به إلى الله، وهذه الفرائض تجعلك في مأمن من عذاب الله. ولكن متى تكون في مقام محبة الله؟ مقام محبة الله ده مقام أعلى من مقام الأمن من عذاب الله. فالأمن من عذاب الله ثمرته ثمرة مراعاة فرائض الله سبحانه وتعالى للرجل، تأمن عذاب الله عز وجل. ولكن حتى يفيض الله عليك بمقام المحبة، والله سبحانه وتعالى لا يعاقب من أحب، حتى إن اليهود لما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه ربنا سبحانه وتعالى رد عليهم قال قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، فدل على أن مقام المحبة يمنع العذاب مطلق بل يكون في مقام الفضل والتفضل. فإذا أردت أن ترتقي من مقام أمن عذاب الله سبحانه وتعالى في الآخرة وأن ترتقي إلى مقام محبة الله وتكون من أهل الخصوص، عليك أن تفعل من النوافل بقدر طاقتك بعد أداء الفرائض. فلا ينشغل الإنسان مثلا بورد وتسبيح وصلاة على النبي وعند كلامه مع الناس يكون كاذبا يكذب على الناس، والكذب حرام. يوم ينشغل بأمر مستحب ويرتكب أمر حرام، هذا مناقض لشرع الله عز وجل. بل تصدق القول وتفعل الفرائض ولا تفعل شيء من النوافل، تكون في مأمن
اكثر ممن يفعل النوافل الكثيرة ثم بعد ذلك يرتكب المحرمات. وما يزال العبد يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. وفي الرواية: فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. اي ينظر بنور الله وبتوفيق الله، ويسمع بالله وبتوفيق الله، فيصير نظره عبرة، وسمعه يسمع الحكمة، حتى في وسط الكلام الذي فيه غفلة لا يسمعه إلا من الحكمة، لأنه يسمع بالله سبحانه وتعالى. وكنت يده التي يبطش بها، فيكون يعاقب بالله ويمنح بالله ويمنع بالله، ورجله التي يمشي بها، فلا يسير إلا في طاعة الله. هكذا هو العبد الرباني. ولئن سألني لأعطين، فيصير مجاب الدعوة، ولئن استعاذني لأعيذن، فيصير مجار من الله سبحانه وتعالى من كل أذى. وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض روح عبدي المؤمن. الله سبحانه وتعالى لا ينسب إليه التردد بالمعنى البشري، إنه يفعل أو لا يفعل، يعني يخاف من الفعل، لا، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعبر بلفظ يبين لك مقام وليه عنده، لأن الولي يؤذيه الموت في ظاهره الأمر لخوفه من انتقاص أعماله، لأن كثير من الأولياء يعني يستلذ من حياته أنه ما زال في رقية مع الله عز وجل من عبادته، فيتأذى من مسارعة الموت إليه مخافة ألا يرتقي إلى ما أراد الله منه، ولذا يتأذى منه. ولكن الله يرى أن أخذ قبض روح وليه إليه هو لمصلحة وليه، حيث يريحه بالروح والريحان سبحانه وتعالى، فيحصل تجاذب بين إرادة الولي لأمر عاجل وإرادة الله لأمر آجل فيه مصلحة الولي. فعبر الله عن هذا الأمر بالتردد لإعلاء شأن الولي، لا لبيان أن التردد يقع في الله فالله محال عليه، ولكن هو لفظ تقريبي فقط. وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض روح عبدي المؤمن، لأنه يكره الموت. لماذا يكره الموت العبد الولي؟ لأنه ينقض التكليف، وهو يريد أن يظل مكلفا مشرفا، ولأنه يكره الموت وأكره مساءاته ولا بد له منه، ولكن الموت لا بد له منه حتى يرقي إلى مرحلة أخرى، فالله سبحانه وتعالى يقبضه لترقيته لا لتدنيه. الولي له معنيان، ولي له معنيان، أحدهما فعيل بمعنى مفعول، يعني اسم مفعول، فعيل بمعنى مفعول، زي حميد فعيل بمعنى محمود، مش كده برضه؟ حميد يعني محمود، أمر حميد يعني أمر محمود، يعني فعيل بمعنى مفعول. فكثيرا ما تأتي الوزن ده على وزن فعيل بمعنى مفعول، فولي معناها فعيل بمعنى مفعول على الوزن، وهو يتولى الله سبحانه وتعالى أمره، يعني الله سبحانه وتعالى يتولى أمره فصار في ولاية الله، هذه معنى المفعولية هنا، أي أن الله يفعل فيه ما شاء سبحانه وتعالى من كمال توليه أمره، يبقى هنا بمعنى المفعول. قال الله تعالى: وهو يتولى الصالحين فلا يكله إلى نفسه لحظة، فلا يكله إلى نفسه لحظة، بل يتولى الحق سبحانه رعايته. يبقى المعنى الأول على إنه مفعول به، والمعنى الثاني على إنه هو نفسه فاعل. فالولي فعيل بمعنى فاعل، فعيل بمعنى فاعل، زي برضو حميد بمعنى حامد، يبقى حميد قد تأتي بمعنى حامد وقد تأتي بمعنى محمود. فإذا كان بمعنى الفاعل وهو الذي يتولى عبادة الله وتعاطيه، يبقى ولي بمعنى فعل طاعة الله أي السلوك، وولي بمعنى فعل الله فيه أي أنه يجتبيه ويصفيه ويوفقه، فالله فاعل فيه وهو فاعل لله، فهي فيها معنى الفاعلية والمفعولية في أذن واحد. والثاني فعيل مبالغة من الفاعل. المعنى الأول بمعنى المفعول
يكون خالصا في حال الجزم، والمعنى الثاني بمعنى الفاعل يكون خالصا في حال السلوك، والمعنيان معا في حال الجزم والسلوك. والأولياء في هذه الأحوال كلها متقلبون. فعيل مبالغة من الفاعل وهو الذي يتولى عبادة الله وطاعته، فعبادته تجري على التوالي من غير أن يتخلل عصيان. جاي إيه؟ ولي جاي معنى الموالاة. الموالاة يعني كل وراء بعض، حتى إحنا المصريين نقول إيه علولة. علولة يعني وراء بعض. يقول لك ناولني الحكاية دي علولة، يعني وراء بعض، دي ورا دي ورا دي. منها الولاء، الولاء اللي هي الموالاة. فكأنه يوالي الله بالطاعات دون أن يتخللها معاصي، فسمي ولي لكثرة توالي الطاعات منه بدون تخلل معاصي فيه. وكلا الوصفين واجب، يعني واجب تحققه في الولي. كلا الوصفين واجب تحققه في الولي، أن يوالي الله بالطاعة من جهته، فالله سبحانه وتعالى يواليه بالتوفيق من جهته سبحانه وتعالى. وكلا الوصفين واجب، لأنه لو والى الله بالطاعة دون قبول من الله فلا يصل لشيء، ولو والاه الله سبحانه وتعالى بفضله دون سلوك ظاهر منه لاعترض عليه الناس لمخالفته للشريعة. فلابد للولي أن يكون ظاهره مطابقا للشريعة طاعة لله، وباطنه مطابقا وباطنه متحققا بما يولي الله عليه من أنوار، فيبقى متحقق بالاثنين. وكلا الوصفين واجب حتى يكون الولي وليا، يجب قيامه بحقوق الله تعالى على الاستقصاء والاستيفاء. الاستقصاء يعني ايه؟ دون ترك بعضها البعض. والاستيفاء أن يفعلها على الوجه الأكمل. يبقى الاستفاء بيان لكمال ما يفعله، والاستقصاء لبيان اكتمال الواجبات الواجبة عليه، فلا يهتم بواجب دون واجب، ولا فعل دون فعل، ولا أمر دون أمر. يجب قيامه بحقوق الله تعالى على الاستقصاء والاستيفاء، ودوام حفظ الله تعالى إياه في السراء والضراء. يبقى الله سبحانه وتعالى يحفظه في السراء ويحفظه في الضراء. يحفظه في السراء أي في حال النعمة فلا يفتن بالنعمة عن المنعم، ويحفظه الله سبحانه وتعالى في حال الضراء فلا يقنط حين يبتليه الله سبحانه وتعالى بما يسوءه، بل يعتبر أن هذا الضر من الله عطاء فيصبر ويحسن صبره فيرفعه الله. يبقى في كل حال الله موفقه، إن أعطاه وفقه للشكر، وإن ابتلاه وفقه للصبر. ومن شروط الولي أن يكون محفوظا، كما أن من شرط النبي أن يكون معصوما، فكل من كان للشرع عليه اعتراض فهو مغرور مخدوع. النبي صلى الله عليه وسلم كل نبي لابد أن يتوفر فيه الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. والأمانة هي معناها العصمة، أي أن الله ائتمنه على شرعه فلا يعصاه أبدا. ولذا تجد النبي معصوم في أحواله وأقواله وأفعاله واعتقاداته وأحكامه، معصوم من كل هذه الجهات وفي كل هذه الجهات. والعصمة معناه أنه لا يتصور منه عقلا فعل الحرام أو المكروه. فالنبي لا يفعل الحرام مطلقا، والمكروه إن فعله يفعله للبيان ولا يفعله لمجرد الشهوة، بل يفعله للبيان. فالنبي أحيانا يفعل المكروه للبيان ويكون في حقه مستحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا نهى عن الشرب واقفا وشرب واقفا، فالشرب من وقوف مكروه، ولكن حال شرب النبي من وقوف كان في حقه مستحب، لأنه يبين للناس أن الأمر بالشرب من قعود أمر ليس للوجوب بل للاستحباب. فشرب واقفا ليبين حقيقة أمره، فصار فعله المكروه للبيان، فكان مستحبا في حقه بل واجبا في حقه، لأنه من وجوب حقه أن يبين الفرق بين المكروه وبين الحرام. فالنبي لا يفعل الحرام أصلا، ولكن قد يفعل المكروه للبيان، ثم بعد ذلك أعمال الأنبياء تدور بين الإباحة والاستحباب والوجوب على الإطلاق. هذا بمعنى العصمة في حال الأنبياء. فالعصمة في حال الأنبياء لا يتصور وقوع خلاف
خلاف شرع الله منهم. أما الحفظ في حق الأولياء فهي عدم، ليست عدم وقوع الخطأ منهم، بل عدم الاستمرار في وقوع الزلل، لكن قد يقع، فالولي قد يقع في الزلل، أما النبي لا يقع في الزلل أصلا لأنه معصوم. فالفرق بين الحفظ والعصمة أن العصمة تقتضي المنع مطلقا، والحفظ في حال الولي يقتضي عدم الاستمرار في الزلل ولا تقتضي المنع من الوقوع في الزلل. فالولي ليس بمعصوم ولكنه محفوظ، محفوظ من أن يستمر في معصية الله، محفوظ من أن يقع في معصية الله ويستمر فيها ويتأخر عن التوبة، هو محفوظ من ذلك، لكن ليس محفوظا من الوقوع فيها أصلا. قد يقع، ولكن إذا وقع هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يقع في المعصية وقوع العالم العارف، فبمجرد أن يستشعر الوقوع فيها يعود إلى الله ويستغفر ويسارع إلى ذلك. وبالتالي الولي لأنه وارث نبوي، الولي وارث النبوي، فالنبي معصوم فورث من النبي العصمة، فصارت في الولي حفظ، فصارت في الولي حفظ. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول: قصد أبو يزيد البسطامي بعض من وصف بالولاية، فلما وافى مسجده قعد ينتظر خروجه، فخرج الرجل وتنخم في المسجد، فانصرف أبو يزيد ولم يسلم عليه، وقال: هذا رجل غير مأمون على أدب من أداب الشريعة، فكيف يكون أمينا على أسرار الحق؟ القصة دي احنا قريناها قبل كده عن سيدنا أبو يزيد البسطامي، أنه سمع أن في المكان الفلاني ولي من أولياء الله، فذهب إليه في المسجد الذي يصلي فيه، فانتظره هو ومن معه حتى يخرج، فلما خرج الرجل تنخم في قبلة المسجد، يعني كفل في قبلة المسجد، والنبي نهى عن أن يدخل الإنسان ويترك نخامته في جهة قبلة المسجد، فهذا مخالف لشرع الله. فلما وجد ذلك منه سيدنا أبو يزيد انصرف عنه ولم يسلم عليه، وقال: هذا رجل غير مأمون على أدب من أداب الشريعة، فكيف يكون أمينا على أسرار الحق؟ ولهذا في هذا الزمان، بل مش ليس في هذا الزمان فقط زماننا، ولكن زمان حتى من قبلنا منذ قرون عديدة، يحكمون الناس على الولي بمجرد جريان الكرامة له فقط، مجرد حصلت منه كرامة يبقى خلاص ولي، حتى ولو كان لا يصلي، حتى لو كان لا يراعي أداب الشريعة، والناس تحكم على الولي بأنه ولي بمجرد حدوث الكرامة منه، وهي الأمر الخارق للعادة، وهذا مخالف لما عليه الشرع الشريف. في أكثر من الدجال كفرا، في أكثر من المسيح الدجال كفرا، ما فيش أكثر منه كفر، هو وإبليس واحد، ده هيدعي الألوهية. طيب وربنا هيجري على يدي الكرامات، يشير إلى السماء تمطر ويشير إلى الأرض تنبت، بل يقتل أحد الناس ويدعوه فيستيقظ وهو كافر يدعي الكفر. يبقى الكرامة لا تغر العالم العارف بالله، الكرامة لا تغر، ولكن الاستقامة هي التي تدل على الولاية، الاستقامة على شرع الله هي التي تدل على الولاية. فإن اجتمعت الكرامة مع الاستقامة فبها ونعم، إذا اجتمعت الاستقامة مع الولاية بها ونعم، إنما لو كانت الكرامة موجودة والاستقامة غير موجودة يبقى خلاص اعرض عنه، لأنه قد يكون منكور به، قد يكون من الشيطان. أيوة حتى يختبر الناس، حتى يختبر الناس، هو الشيطان مش كافر بربه؟ في أكثر من إبليس في أكثر يختبرنا احنا بيه، يختبرنا احنا بيه، عشان كده الشيطان له أولياء وربنا له أولياء. يوم الشيطان يجري على أوليائه أشياء خارقة للعادة، زي اللي بيجيبوهم في التلفزيون من أمريكا ومن هنا ومن هنا، اللي يدخل في بيته ويحرقوه هو جوه ويطلع سليم، مش بتشوف حاجات زي دي؟ طب ما ده شغل لعب شياطين، اه دي عندنا احنا نفهمها نقول انها كرامة لانها شيء خارق للعادة، ده دخل بيت وحرقوه فجروه طلع سليم ازاي؟ ده عمل خارق للعادة، نقوم نيجي نسأل عنه نلاقيه كافر، نقول ده فعل الشيطان على طول، نبقى على بصيرة.
فهمت ازاي؟ لكن لو اول ما نسمع عنه يعمل كده ويصوروه كده ونيجي نسال عنه يقول لك لا ده راجل مسلم صالح، ده لا يفوت، فنقول دي كرامه. يبقى الفرق بين الكرامه وبين الاستدراج هي الاستقامه. الاستقامه. وعشان كده الشيطان لما علم ان الله له اولياء اتخذ اولياء له حتى يخلط بين اولياء الله واولياء الشيطان، حتى يتم اختبار الناس، حتى يتم اختبار الناس. فالولي مش حاوي، الناس عايزين الولي حاوي يعمل من الفسيخ شربات ويرمي الحبل يبقى تعبان ويحط ايده ويطلع بطة من جيبه ويحط ايده في جيبه ويطلع جوهرة ويعمل كده من الهواء يجيب لهم بقرة ياكلوها ويعمل كده، مش عايزينه حاوي. لا، المسلمين لا، المسلمين عاقلين فاهمين ان كل الحاجات دي كلها مظاهر كاذبة خادعة، والعبرة بالاستقامة. العبرة بالاستقامة. يبقى لازم انظر للولي ان كان على حال الاستقامة في الشرع الشريف، ثم بعد ذلك تأتي الكرامات الخارقة للعادة على يديه فهي له كرامة، وإلا فهي استدراج من الشيطان، ولابد ان تميز بين ذلك. او سيدنا ابو يزيد البسطامي سمع ان في ولي كبير وله كرامات فحب يروح يزوره، مجرد انه خرج وتفل في القبلة عرف ان ده مش عارف اداب الشرع الشريف، يبقى اللي عنده ده من الشيطان استدراج، فما يستاهلش حتى انه يقعد معاه ولا يسمع كلامه. صراحة خد حذاءه وطنه طالع مروح، مراش حتى يقابله. لكن العوام لا، ما يهمهمش، هو عايزين يتفرجوا على حاوي العوام كده. لكن الامام الشافعي يقول ايه؟ لو ركب الهواء وسار على الماء سألته على عمله، ان كان مطابقا لشرع الله فهي له كرامة، وإلا فهي من الشيطان استدراج. ما هو الشيطان ممكن ايه يجيب وليه كده ويشيله وانت مش شايفه الشيطان، انت مش شايفه الجن، ويمشي هو على الميه من غير ما يتبل، ويبقى الشيطان شايله، وبعدين الناس تسقف له بقى وتقول ولي الله وهو ولي الشيطان، يقوم يامرهم بالمعصيه بالمعاصي ويقول لهم احللت لكم الزنا، وانتوا احنا بنصلي بقلبنا ما بنصليش بالبتاع، العوام دول يصلوا بالوضوء والصلاه لكن احنا ناس نصلي بقلبنا، يقوم يكفرهم بالتدريج. ما هو الشيطان عايز كده. فنسأل الله السلامة. واختلفوا في ان الولي هل يجوز ان يعلم انه ولي ام لا. الولي بقى ولي الله، هل لازم يبقى عارف ان هو نفسه ولي لله في حال ولايته، ولا ممكن يبقى هو ولي من اولياء الله وما يعرفش؟ اختلفوا في على مذهبين. مذهب يقول انه يعرف انه ولي، يعرف انه ولي، وده اغلب الصوفية على هذا الرأي، ان الولي يعرف حال ولايته انه ولي، وعدد كبير ايضا من الصوفية والاولياء قالوا لا يشترط ان يعرف انه ولي، لا يشترط، يبقى ولي ومش عارف انه ولي. والجمع بين المذهبين اولى، ان الله سبحانه وتعالى له اولياء يعلمهم بولايتهم، وله اولياء لا يعلمهم بولايتهم، وله اولياء يعلمهم بولايتهم احيانا ويسلبهم العلم بها احيانا، لان الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار، ويفعل ما يشاء ويختار كما يراه لمصلحة وليه، فان كان من مصلحة الولي اعلامه بذلك تثبيتا لقلبه وتطيبا لخاطره اعلمه، وإن كان إعلامه يؤدي إلى أنه يركن فيتأخر فلا يعلمه، فهي أحوال، فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. فمنهم من قال لا يجوز ذلك، يبقى في مذهب قال إن الولي لا يجوز أن يعرف أنه ولي، وقال إن الولي يلاحظ نفسه بعين التصغير، قالوا ده من الولاية إن هو لا يرى لنفسه فعل ولا أثر ولا حاجة خالص ولا ميزة، ربنا بيقول ولا تزكوا انفسكم واعلموا من التقوى، فازاي هو يزكي نفسه ويقول انا ولي؟ ده الولي بينظر لنفسه بعين التصغير، وان ظهر عليه شيء من الكرامات خاف ان يكون مكرا، حتى اما تيجي كرامه يبقى خايف يلتفت اليه لحسن تعطله، لان الكرامه يلتفت اليها الاطفال لكن ما يلتفتش اليها الذي يريد الوصول الى الله، فيبقى حتى لما تحصل الكرامه يبقى خايف يقولها، خايف لحسن تكون جايه حتى تلفته عن ايه؟ عن مقصدي، لان هو مقصده هو الوصول الى معرفه الله والوصول الى الله عز وجل، وليس التحقق بمقامات تجعله مميزا بين خلق الله.
هل هي تسبية أم وهبية؟ الكرامة وهبية مطلقة، يعني ما تكتسبش من خلال الطاعات مثلا. الكرامة ولا الولاية؟ الولاية. لا، الولاية لها وجهة كسبية وهي سلوك طاعة، ولا وجهة وهبية من الله وهو التوفيق وقبول الطاعة من العبد. يبقى العبد الأول يفعل إياك نعبده وإياك نستعين، إياك نعبده سلوك فعل وإياك نستعين جزم ولاية. يبقى لابد للولي أن يبقى متوفر في الاثنين، فلا جانب جذب من الله وهبي اللي ينستعين، ولا جانب كسب من العبد اللي ينعبد. وهو يستشعر الخوف دائما أبدا لخوف سقوط عما هو فيه. فالولي حتى لو عرف أنه ولي الوقتي، لكن ما يعرفش أنه بعد شوية يمكن ربنا يسلبه، فما يقدرش يقول أنا ولي على طول. فعلشان كده حتى لو عرف ما يقدرش يجزم أنه هيستمر على هذا الحال ولا لا. لخوف سقوطه عما هو فيه وأن تكون عاقبته بخلاف حاله. وهؤلاء يجعلون من شرط الولاية وفاء المآل. يعني اللي قالوا الولي لا يعلم أنه ولي، لأن شرط الولاية أن يعلم أنه ولي وأنه يختم له بالولاية. ولكن لما كان كل إنسان لا يعرف ما يختم له به، يبقى لا يتحقق له المعرفة. كويس، ده المذهب الأول. وقد ورد في هذا الباب حكايات كثيرة عن الشيوخ، وإليه ذهب من شيوخ هذه الطائفة جماعة لا يحصون، ولو اشتغلنا بذكر ما قالوا لخرجنا عن حد الاختصار. وإلى هذا كان يذهب من شيوخنا الذين لقيناهم الإمام أبو بكر بن فورك رحمه الله. يبقى اللي اشترط معرفة الايه، حسن العاقبة، حسن المآل حتى تتحقق فيه الولاية، ده من أبو بكر بن فورك المذكور، وكثير من العلماء الأولياء منهم ذكروا ذلك أيضا. فقالوا يبقى الولي ما يعرفش انه ولي، هو الانسان يفضل كده يجتهد مع الله لحد ما يلقى الله، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. وعند بقى طلوع الروح ربنا سبحانه وتعالى يكشف له مقام وقدره عند الله، لانهم اشترطوا حسن ايه، المآل، حسن العاقبة، ولا يضمنها احد الا الله. المذهب الثاني، ومنهم من قال يجوز ان يعلم الولي انه ولي، وليس من شرط تحقيق الولاية في الحال الوفاء في المآل. يبقى المذهب الثاني وده عليه الجماهير الاكثر، وهو ده اللي عليه المحققون من المتصوفة، قالوا انه هو الولي يعرف انه ولي ولو لم يعلم حسن العاقب، لكن هو بيعرف الوقت هو ايه، يعني يكفي انه عرف الوقت هو ايه، ولا يشترط انه عشان يبقى ولي لازم يبقى يعرف المستقبل ايه. انت كده اشترطت شرط عجيب، فهمت ازاي؟ ملوش لازمة، لان ده علم. وان كان بعضهم قال لا، حتى لو عرف في العاقبة ان هو ايه، يبقى دي من باب الكرامة ان ربنا سبحانه وتعالى يكشف له بعض الغيوب فيعلمه ان هو من اهل حسن الخاتمة في المآل، فده غير ممتنع عقلا ان ربنا يعلمه، لانها من باب الكرامات ان هو يكشف له بعض الغيوب المتعلقة به، فهذا ايضا غير محال في حقه. ومنهم من قال يجوز أن يعلم الولي أنه ولي، وليس من شرط تحقيق الولاية في الحال الوفاء في المآل. ثم إن كان ذلك من شرطه أيضا، حتى لو كان الوفاء في المآل يعني نهايته حسن الخاتمة، قال لك حتى لو كان ده شرط، فيجوز أن يكون هذا الولي خص بكرامة إن هي تعريف الحق إياه أنه مأمون العاقبة، إذ القول بجواز كرامة الأولياء واجب، واجب عقلا يعني، وواجب شرعا ايضا لانه وقع. وهو وان قارفه خوف العاقبة، فما هو عليه من الهيبة والتعظيم والاجلال في الحال اتم واشد. يبقى وهو وان قارفه خوف العاقبة، يعني خالطه خوف العاقبة، الا ان برضو الولي بيبقى عليه هيبة وتعظيم واجلال في حال معرفته بالله، يكون اتم واشد من مقام الخوف، لان الخوف اللي اشد منه مقام الهيبة، فهو لما يبقى في مقام الهيبة يبقى عدى مقام الخوف كمان. انت بتقول انتوا عايزوا يبقى في مقام الخوف من سوء العاقبة، بس هو في مقام الهيبة، ده ذرة من مقام الهيبة تعدل مقام الخوف كله. وعلشان كده الصحابة لما الرسول عرفهم ان هم من اهل الجنة ما ناموش ولم يأمنوا حتى مكر الله، بالرغم ان ربنا سبحانه وتعالى اخبرهم ان هم من اهل الجنة وهم مصدقين للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا رسول الله مش قال لسيدنا ابو بكر انك من اهل الجنه، وقال لسيدنا عمر من اهل الجنه العشره المبشرين اهل بدر،
كلهم من اهل الجنة الرسول قال كده، واهل بيعة الرضوان، يبقى الرسول بشر كثيرين. من سيدنا بلال بشره انه من اهل الجنة، قال سمعت خشخشة عليك امامي في الجنة، يبقى المبشرين بالجنة من الصحابة كثير. لكن هل ركنوا بالرغم معرفتهم حسن المآل؟ لم يركنوا. ليه؟ لانهم متحققين بمقام الهيبة الذي يكون ذرة منه تعدل مقام الخوف كله. فانت عايز تخليه في خوف المآل، ده هو في مقام الهيبة، ده عدى الخوف بمراحل. فهمت ازاي؟ بيرد بقى عليه. وبعدين خد بالك ان ممكن ربنا يعلم العبد بحسن مآله بشرط استمراره، او علق حسن المآل على شرط لا يعلمه العبد، فيفضل العبد خايف من ايه؟ من عدم علمه بشرط تحقق حسن المآل، فيفضل برضه خايف لانه مش عارف ايه شرط تحقق حسن المآل. يعني ربك قال له انت مآلك عندي حسن، انت من اولياء الله، ربما يكون الله علق هذا الحكم بشرط هو لا يعلمه، مش كده برضه؟ يوم يفضل برضه خايف. شفت انت مثلا سيدنا نوح، سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ربنا قال له ايه؟ هنجيك انت واهلك، مش كده برضه؟ فاطمئن سيدنا نوح وعمل السفينة وركب الناس، وفوجئ بابنه الكافر مش عايز يركب السفينة، لكن ربنا وعده انه هينجيه هو واهله. فهمت ازاي؟ فحصل عنده يعني ايه؟ اضطراب في الفهم. يا رب انت وعدتني ان انا واهلي وابني من اهلي، ام ربنا فهمه بقى ان انا وعدتك ان انجيك من انت واهلك ان امنوا بك، يبقى في شرط هنا غاب عنك، يبقى غاب عنه الشرط. فهمت بقى المسألة؟ اي ان امنوا بك كانوا من اهلك ناجين، فانت لما سمعت انك واهلك امن وناجن ظننت ان اهلك اجمعين، ولكن وكشرط عندي خفي عليك، قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، اي من الشروط التي جعلتها عندي ليتحقق وعدي لك، فوعدي صدق على كل حال حتى ولو يتحقق في الظاهر لوجود شروطه عندي. فهمت المعنى؟ فربما يكون الله سبحانه وتعالى يقول لوليه انت عندي في حسن الخاتمة، وبالرغم من هذا يكون الولي في مقام الخوف، لان لعل يكون وعد الله مشروطا عند الله بشرط هو لا يعلمه، فيظل ايضا في مقام الخوف بالرغم ايه؟ الوعد المصدق. وعشان كده الصحابة لما وعدهم النبي انهم من اهل الجنة ظلوا في مقام الخوف ايضا بالرغم انهم مصدقين للنبي، لانهم لعلهم فهموا ان وعد رسول الله انهم من اهل الجنة اي لو ماتوا على ما هم عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تقلبت عليهم الاحوال وتغيرت عليهم الاحوال وطال عليهم العمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاتلوا وجاهدوا وتولوا ولايات كثيرة، واخذوا واعطوا وباعوا واشتروا وتزوجوا وانجبوا، فتغيرت عليهم الاحوال. فربما يكون شرط انهم ناجين كما وعدهم النبي بشرط ان تتحقق فيهم شروط قد لا يستطيع وفاءها، ولذا ظلوا في مقام الخوف. فهمت المعنى بقى؟ وعلشان كده الانسان لا يركن لوعد، ولكن يركن لله عز وجل. حتى وعد الله لا يركن له تماما، بل يركن الى الله الذي اصدر الوعد، لان وعد الله قد يكون مشروط بشرط انت لا تعلمه، قد يكون مشروط بشرط انت لا تعلمه وقد لا تتحققه، فلذا تسأل الله باستمرار التوفيق والهداية حتى لو اعلمك حسن المآل. حتى لو اعلمك حسن المآل. فهمت المعنى؟ وتتذكر قصة سيدنا نوح، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. ففهم سيدنا نوح أن شرط النجاة أن يكون مؤمنا بدعوته، ولا ليس أن يكون من أهله، بل أن يكون من أهله مؤمنا بدعوته. فإذا كان غاب الشرط على سيدنا نوح وهو من أولي العزم من الرسل، فكيف لا يغيب عليك أنت أيها الولي شروط كثيرة لا تعلمها؟ فيكون من باب أولى باستمرار الخضوع لله عز وجل، ومقام التسليم والتفويض أتم وأسلم. ولما قال صلى الله عليه وسلم عشرة من الجنة في الجنة من أصحابي، فالعشرة لا محالة صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفوا سلامة عاقبتهم، ثم لم يقدح ذلك في حالهم، كما وضحت لعدم معرفتهم بالشروط الكاملة لتحقيقها. ولأن من شرط صحة المعرفة بالنبوة الوقوف على حد المعجزة، لأن بتعرف النبي ازاي؟
يعني انت لما يجي حد يقول لك الوقت في العالم اللي عندها كلها جدل الوقت واصبح من جدلهم ومن جبرهم ومن ظلمهم لانفسهم ان هم تجرأوا حتى على شخص نبينا صلى الله عليه وسلم. تفرق ان انت قعدت مع واحد من دول وبيقول لك اثبت لي ان سيدنا محمد ده رسول من عند الله، اثبت لي يا سيدي. شفت طول النهار قاعد بتقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله، اثبت لي بقى انه رسول الله. كيف تثبت رساله النبي لانسان اي انسان كان حتى ولو مسلم جاهل عايز تعلمه عشان ترقيه من اهل التقليد الى اهل الايه الدليل؟ ببساطه النبي يعرف ببساطه تتوفر فيه شروط اربعه وياتي بالمعجزه. الشروط الاربعه ان يكون صادقا امينا مبلغا عن ربه، وان يكون من الفطانه، يكون افطن اهل عصره بل اذكى اهل كل عصر. الصدق والامانه والتبليغ والفطانه يجب ان تتوفر في كل نبي. ثم بعد ذلك ياتي بالمعجزه اللي هو الامر الخارق للعاده. هل توفرت الخمس شروط دي في النبي سيدنا رسول الله ولا لم تتوفر؟ او النبي بيعرف الخمس شروط دي؟ تشوف انت الشروط دي توفرت في نبيك؟ لو توفرت يبقى نبي خلاص، يبقى تقدر تثبت. انا مش بقول انك انت متشكك في نبوتي، لا، انا بقول لك كيف تجادل من يتشكك في. غشى الله على اعينهم وعلى قلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته كان معلوم انه صادق امين، حتى الكفار نفسهم سموه الصادق الامين. يبقى الصدق والامانه متوفره في نبينا. النبي مبلغ عن ربه، قال انا رسول الله اليكم جميعا، مش كده؟ بلغ عن الله لم يكتمها، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال له بلغ ما انزل اليك من ربك. بلغ صلى الله عليه وسلم وقال الا هل قد بلغ، اللهم فاشهد. ودليل بلاغ النبي هو وصول دعوته الينا الان حتى بعد 14 قرن. دعوه النبي الى الان حتى انفاس النبي ما زالت منقوله الينا في صوره احاديث شريفه مشرفه معلومه في كتب السنه كانه يتكلم بين ايدينا الان. فالنبي بلغ بلا جدال، الواقع يشهد على بلاغ النبي، والواقع ايضا يشهد على صدق النبي وامانه النبي حتى بشهاده اعدائنا. ثم بعد ذلك بالنظر في سيره النبي تجده انه اذكى خلق الله وانه افضل خلق الله صلى الله عليه وسلم. كان يمتاز بالعقل وراجحه العقل حتى بكل من خالطه وكل من لم يخالطه، حتى انه جعلوه على راس 100 بشهاده الكفار لا بشهاده المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم توفرت فيه الاربع شروط التي يجب ان تتوفر في كل نبي. بقي المعجزه، هل وقعت المعجزه لنبينا صلى الله عليه وسلم عشان تثبت نبوته ام لا؟ وقعت المعجزه. وقعت المعجزه، القران بين ايدينا معجزه كبيره. فيها معجزه جانب علمي، وشوف انت الدكتور زغلول النجار بيقول فيه ايه. وفيها جانب اعجازي، وشوف انت الجرجاني والزمخشري بيقول ايه في الجانب الاعجازي البلاغي في القران. فيها جانب اعجازي في التشريع، شوف لعلماء التشريع وعلماء الاحكام وعلماء القانون ازاي بيطلعوا اعجاز في تشريع القران. روح لعلماء الطب شوف يطلعوا لك اعجاز، علماء التجاره والاقتصاد يطلعوا لك اعجاز في القران. علماء في كل جانب من جوانب الحياه يطلعوا معجزات في القران الكريم. يبقى النبي جاء بالمعجزه التي بين ايدينا وهي القران. لا اقول لك قل له انه انشق القمر لانه لا يصدق به، ولا اقول لك قل له الاسراء والمعراج لانه ما زال خارج عن دائره الاسلام والايمان، ولكن معجزه النبي بين ايدينا الان. لا اقول له معجزه كمعجزه سيدنا عيسى راها من راها ثم انقذت، ولا معجزه كمعجزه سيدنا موسى او عيسى او سيدنا ابراهيم كل من راها راها ومات، الا ان معجزه نبينا معجزاته تبقى الى يوم القيامه حتى في صوره كرامات الاولياء التابعين له صلى الله عليه واله وسلم. يبقى لما تتوفر كل هذه الاشياء تدل على ان نبينا صلى الله عليه وسلم نبي رسول. يضاف اليها امر ثالث عند اليهود في التوراة عشان يعرفوا النبي انه نبي، ان يخبر بالغيب. يخبر بالغيب يبقى لازم يتوفر في الصدق والامانة والتبليغ والفطانة ويأتي بالمعجزة ويخبر بالغيب. هل نبينا اخبر بالغيب؟ اخبر بغيوب كثير، اخبر بالامور قبل الخلق الخليقة والامم السابقة التي سبقته، اخبر عن حكايات لهم، واخبر عن قصص الانبياء السابقين وهو امي لا يقرا ولا يكتب، واخبر عما يحدث الى يوم القيامه، ثم اخبر عما يحدث في يوم القيامه، ثم اخبر حتى عما يحدث في الجنه. وكل ذلك كان مطابقا لما اخبر عنه الانبياء السابقين وهو نبي امي لم يقرا ولم يكتب وجاء من امه اميه لا تقرا ولا تكتب. هذا كله دل على نبوته.
يبقى النبي اخبر بالغيب، جاء بالمعجزة، صادق امين مبلغ فاطم، يبقى توفرت فيه كل ادلة النبوة والرسالة. فيبقى اي جاحد لنبوتي بعد هذا كله يستحق ان يكون من اهل النار، والامر واضح، فلا تجادله اكثر من ذلك. فان ابى فهو من اهل النار ولا تسأل عن اصحاب الجحيم، وان كان من اهل التوفيق هتجده ينشرح صدره للاسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يشرح صدورنا جميعا للاسلام. يبقى من قال لك طالما من شرط النبوة، من شرط صحة المعرفة بالنبوة الوقوف على حد المعرفة، ويدخل في جملته العلم بحقيقة الكرامات اللي هي الامر الخالق للعادة، فاذا رأى الكرامات ظاهرة عليه لا يمكنه الا يميز بينه وبين غيرها، فاذا رأى شيئا من ذلك علم انه في الحال على الحق، ثم يجوز ان يعرف انه في المآل يبقى على هذه الحال، ويكون هذا التعريف كرامة له، والقول بكرامات الاولياء صحيح. يعني بيقول لك لما كانت المعجزة علامة من علامات النبوة، فالكرامة علامة من علامات الولاية. الكرامة علامة من، لان كلتاهما امر خارق للعادة. الكرامة علامة من علامات الولاية، لان الولي وارث نبوي، والنبي من ضمن خصائصه ان يقوم بالمعجزة، ان تأتي المعجزة على يديه. فلما ورث الولي من النبي ورث المعجزة، صارت في حق الولي الكرامة، وهي الاثنين امر خارق للعادة. ولكن الفرق بين المعجزة والكرامة ان المعجزة تأتي على التحدي، والكرامة لا تأتي على التحدي. يعني الولي ما يقدرش يتحدى بكرامة، فهمت ازاي؟ لكن تأتيه بغتة كده من عند الله، لكن النبي يتحدى بالمعجزة، يتحدى بالمعجزة. وكثير من حكايات القوم يدل على ذلك، كما نذكر طرفا من ذلك في باب كرامات الأولياء إن شاء الله تعالى. وإلى هذا القول كان يذهب من شيوخنا الذين لقيناهم الأستاذ أبو علي الدقاق رحمه الله، القول بأن الولي لابد أن يكون عارفا بأنه ولي. وقيل إن إبراهيم بن أدهم قال لرجل: أتحب أن تكون لله وليا؟ فقال: نعم. فقال: لا ترغب في شيء من الدنيا والآخرة، وفرغ نفسك لله تعالى، وأقبل بوجهك عليك ليقبل عليك ويواليك. ربك سبحانه وتعالى يتكلم عن أوليائه في القرآن: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون ايه؟ يريدون الآخرة، يريدون التوفيق في الدنيا، يريدون جنة، يخافون من النار، يريدون وجهه. يبقى انا الكلام على الأولياء، يبقى الآية دي بتتكلم على الأولياء، اللي هو أصل التصوف بدأ بأهل الصفة، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يصبر معهم، اللي هم المنقطعين لعبادة الله غير متسببين من أسباب الدنيا، اللي هم أهل الصفة بدايتهم. لأن في ناس يقول لك التصوف ده ما نشأش إلا بعد رسول الله ب 200 سنة و 300 سنة، كلام عجيب. ده بدأ بل زرعه النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، في بعض أصحابه، حتى أن بعض أصحابه كان يدلهم على السوق، وبعضهم إذا أراد أن يعمل عملا يتكسب منه وهو فقير يرده إلى الذكر. فدل على أن الله سبحانه وتعالى أراد من عباده أن يكون هناك متسبب وهناك متجرد لطاعته. سيدنا أبي هريرة مش كان من الفقراء؟ كان من فقراء الصحابة، لم يكن له بيتا يأويه، ولم يكن له مهنة، ولم تكن له زوجة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يعيش يعني خارج بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، خلف حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، في حتة اسمها ايه، اهل الصفة، اللي هي الوقت بتلاقيها الدكة العالية اللي خلف ايه المقصورة الشريفة لما بتزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هو عينه رسول الله امير لأهل الصفة، وكان اهل الصفة دول عبارة عن مجموعة من الصحابة متجردين للعبادة وللذكر ومتابعة احوال النبي واقواله وافعاله ليل نهار حتى يبلغونها للأمة. لأن بقية الصحابة كان منهم أهل عمل وأهل تجارة وأهل زراعة، فكانوا يصلون مع النبي مثلا بعض الصلوات، ويغيبون أحيانا ويظهرون أحيانا. أما هؤلاء فكانوا يقيمون على النبي ليل نهار، كان يطعمهم إذا طعم ويجوع إذا جاع صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو هريرة اللي نزلت فيهم الآية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. سيدنا أبو هريرة أراد أن هو يتكسب يشتغل كده مزارع في المدينة، لأن المدينة بلد زراعية، بيزرعوا فيها نخل وبيزرعوا فيها مزارع كثير. ولما طال عليه الأمد وجاع جوع شديد، قابله النبي في الطريق، قال: أين تذهب يا أبو هريرة؟ قال:
هذه فسيلات اغرسها لاهل المدينه بالاجر، يعني هيشتغل. وطبعا احاديث النبي في الحث على العمل كثيره، يعني لو انت بتفكر هتقول ان الرسول لا هيسيبه، ده كويس هو الراجل هيعمل عمل خير. ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لو قامت القيامه وفي يد احدكم فسيله فليغرسها، مش كده برضه؟ طب مع سيدنا ابو هريره عمل ايه؟ قال له الا ادلك على خير من ذلك؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر غراس الجنه. يبقى رده للذكر لما حاول ياخذ بالاسباب ويتكسب، رده للذكر لانه من اهل التجريد، يبقى دل على ان هناك اهل تجريد واهل اسباب. فالنبي اقام اهل الاسباب على اسبابهم فشجعهم، واقام اهل التجريد على تجريدهم فشجعهم، لانه النبي صلى الله عليه وسلم مربي الامه. فدل على ان معنى كلام سيدنا ابراهيم النبي بيقول لك ايه، لا ترغب في شيء من الدنيا، لان ما هيروح يشتغل مستني الاجر، يبقى ابتدت همته تبقى من اجل دنيا. لا، وربنا يغار على قلب اوليائه المتجردين له، فقال له لا ترغب في شيء من الدنيا والاخره. زي ستنا ربيعه لما بتقول ايه، يعني اعبدك لا طبعا في جنتك ولا خوفا من نارك، مش معنى كده استهزاء بالجنه، لا يعني انا مش في بالي ان انا هدفي من طاعتك هو التلذذ بنعيم الجنه، بل انت اهل للطاعه ولو لم تخلق جنه او نار. ادي معنى كلام، مش معناها استهزاء بجنه او استهزاء بالنار، هذا محال في حقها. لا ترغب في شيء من الدنيا والاخره وفرغ نفسك لله تعالى واقبل بوجهك عليه ليقبل عليك ويواليك. يبقى كلما اقبلت على الله اقبل عليك. وقال يحيى بن معاذ في صفه الاولياء، هم عباد تسربلوا بالانس بالله تعالى بعد المكابده. تسربلوا يعني ايه؟ تزينوا، يعني لبسوا، يعني صاروا مستورين بالانس بالله تعالى بعد المكابده، بعد طول المجاهده والطاعه لله عز وجل. واعتنقوا الروح بعد المجاهده، واعتنقوا الروح يعني الراحه بعد المجاهده، يعني بعد مجاهده نفوسهم وشهواتهم وترقيهم الى ذلك، فصارت الطاعه تخرج منهم سلسه بغير تكلف ولا تكليف. وادي معنى ان انا رفع عن التكليف. رفع عنه التكليف يعني ايه؟ مش معناه لا يفعل التكليف، اي يفعله بلا كلفه بلا جهد، فيصير الصلاه قره عيني، يصير ذكر الله هو قرة عيني. مش معناه رفع عنه التكليف زي بعض الناس المدعين يترك الصلاة ويقول لك أصل أنا رفع عن التكليف، لا ده ما ينفعش يبقى ولي أصلا، لأن ترك الصلاة ده من أكبر الكبائر، ده يعدل الكفر. يبقى ما فيش واحد يقول لك أنا رفع عن التكليف ما يصليش وطول ده ولي، ما ينفعش. يبقى لما يقول لك رفع عن التكليف وهو قائم بعبادة الله يقصد معنى آخر، رفع عني المجاهدة في طاعة الله، فصارت طاعة الله هي قرة عين أفعلها بلا جهد. أنت تفعلها بمجاهدة ومكابدة، بل أنا أفعلها بكمال لذة. الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ أرحنا بها يا بلال. صارت الراحة، صارت العبادة وهي فيها التكليف والمشقة، صارت هي عين الراحة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل قال جعلت قرة عيني في الصلاة. يبقى ده مقام ثاني، مقام ترقي بعد كمال المكابدة بوصولهم إلى مقام الولاية. سمعت الشيخ أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول، سمعت منصور بن عبد الله يقول، سمعت عم البسطامي يقول، سمعت أبي يقول، سمعت أبا يزيد يقول، أولياء الله تعالى عرائس الله، ولا يرى العرائس إلا المحرمون. يعني الله سبحانه وتعالى أولياء دول خاصة خصوصية عباده، فربنا يغار عليهم ما يظهرهمش إلا للمحرمون الذين حرموا ما حرم الله والتزموا بشرع الله، فربنا يذلهم على اوليائه. انما تلاقي اللي مش ملتزم ما يعرفش الولي من النبي من اي انسان تاني، او كله عنده واحد، كلهم بني ادمين، فتلاقيه يتجرع على الاولياء ويتجرع على الانبياء، ما بيهموش. لكن الولي الله سبحانه وتعالى يغار عليه، احنا قرينا مقام الغيره قبل ذلك، يغار عليه فلا يبين فضيلته الا لاهل خصوصه. وعشان كده سيدنا ابو الحسن الشاذلي قال ايه؟ الاعتراف بنا ولايه. يبقى اول ما تعترف ان فيه هناك اولياء وربنا يكشف لك عن خصوصيتهم، دي في حد ذلك اكرام لك، يبقى دل على انك انت من الذين احرموا لله عز وجل،
كمن خرج ملبيا لله وقال لبيك اللهم لبيك فدلك على من يدلك عليه. أما من لم يحرم ليس أهلا أن يدله الله على الكعبة التي هي بيت الله، ونحن نعلم أن قلب الولي هو بيت الله، فكما يدل العبد على بيته وهي الكعبة إذا أحرم ولبى، يدل أيضا العبد على وليه إذا أحرم لله سبحانه وتعالى بتحريم المحرمات عليه والابتهال في طاعة الله، ثم بعد ذلك يسأل الله أن يدله على من يدله عليه، فيدله على أوليائه، لأن أولياء الله عرائس الله، فهم محجوبون عن سائر خلق الله لكمال غيرة الله عليه، وهم مخدرون عنده في حجاب الأنس لا يراهم أحد في الدنيا ولا في الآخرة. في نوع من الأولياء كده بقى، ربنا ما يدلش عليهم عباده لحد يوم في الدنيا ولا في الآخرة، دول نوع من الأولياء كده تلاقيهم مخفيين مغمورين، لا هو يمكن عارف نفسه ولا الناس عارفاه، ويعيش ويموت والناس ما تدرش بيه، وفي الآخرة ربنا برضو يحاسبه في السر بين الناس ويدخلوا الجنة في مقام عالي دون أن يراه الناس، وهم محجوبون حتى في الدنيا والآخرة عن رؤية الناس. وسمعت أبا بكر الصيدلاني كان رجلا صالحا قال: كنت أصلح اللوح في قبر أبي بكر التمستاني أنقر فيه اسمه في مقبرة الحيرة كثيرا، وكان يقلع ذلك اللوح ويسرق. كان في إمام من الأئمة ولي كبير اسمه أبو بكر التمستاني، ففي راجل عارف ان الراجل ده صالح ومدفون في قبر محدش يعرفه، فكان يجيب لوحة كده ويكتب اسمه مدفون هنا الولي العارف بالله فلان الفلاني توفي سنة كذا يوم كذا، عشان ايه الناس لما تيجي تزور تعرف مكانه. فكل ما يجي يعمل اللوحة دي ويعلقها يجي بعد يومين ثلاثة يجي يزور يلاقيها اتخلعت، واحد سرقها. طب بقيت اللوحة على القبور ما بتسترقش، اشمعنى دي؟ فاستعجب. ولم يقع مثله في غيره من القبور، يعني ما بتسترقش اللوحة اللي في القبور الثانية. فكنت أتعجب منه، فسألت أبا علي الدقاق رحمه الله يوما عن ذلك، فقال: إن ذلك الشيخ آثر الخفاء في الدنيا، وأنت تريد أن تشهر قبله باللوح الذي تصلحه فيه، وإن الحق سبحانه يأبى إلا إخفاء قبره كما آثر هو ستر نفسه. لأن ربنا مع ولي على ما يريد، لما كان هو في حال دنيته يحب عدم الظهور وعدم الشهرة، وانت عايز تشهره في برزخ، فربنا اداله اللي هو عايزه برضه يستره في برزخ. يعني احنا هنا عندنا في المجاورين هنا اهو مدفون مئات الآلاف من الأولياء، وتمر على القبور انت ما تعرفش قبورهم فين، ما تعرفش، ومئات الآلاف مدفونين من أيام الصحابة لحد دلوقتي في سفح المؤرخ، ما تعرفش منهم إلا بعض الناس اللي ربنا سمح بس بمعرفة قبورهم، فبنا شاهد ويافطة وشغلانة كده، لكن الغالبية العظمى من أولياء الله المدفونين إنك ما تعرفه ولا تعرف مكانه، لأن ربنا سبحانه وتعالى آثار إخفاء أوليائه سبحانه وتعالى غيرة عليهم، لأنهم آثروا إخفاء أنفسهم في الدنيا، فلا يريدون أن يتشوشوا حتى بكثرة الزوارين في برزخ، لأن صار أنسهم بالله وليس بخلق الله. وقال أبو عثمان المغربي: الولي قد يكون مشهورا ولكن لا يكون مفتونا. وبعض الأولياء يشهرهم الله، أنت تسمع الإمام الجنيد، الإمام معروف الكرخي، الإمام سيدنا الحسين، الإمام ستنا زينب، ستنا نفيسة، معروفين وقبرهم يشار إليه، الناس زوار لا تنتهي، مشهورين لكن مش مفتونين. يبقى في هناك أولياء مشهورة ربنا يعصم يحفظهم من الفتنة، وفي أولياء تانيين ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم مغمورين. يبقى الولي إذا أشهره الله حفظه من الفتنة بالشهر، لكن غالب أولياء الله مغمورين مش معروفين، لأن الله أولياءه كثيرين جدا، اللي مشهور منهم على مستوى العالم لو عدتهم ما يجوش 100,000 أو 200,000. طب أمة النبي دي مليارات ومليانة أولياء، بقى الأولياء في أمة النبي هتبقى 100,000 ولا 200,000 ولا مليون حتى، هتلاقوا ملايين. يبقى أغلب الأولياء مش معروفين، تعرف كده ان اغلب الاولياء بقى مش معروفين، لكن ربنا جعل بعض العلامات المشهورة في الاولياء علشان بس ايه يجدد همة الناس لطاعته، ويستمد الهمة من زيارتهم ومن تنسم ارواحهم ومن قراءة سيرهم ومن معرفة اقوالهم، حتى يعني ترتفع همتهم للوصول الى الله.
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول، سمعت النصر بادي يقول ليس للأولياء سؤال إنما هو الذبول والخمول. ليس للأولياء سؤال يعني ليس للأولياء اختيار مع الله، سلموا أمورهم لله. يعني حتى لو خيرهم الله يقول له مثلا يا عبدي سلني ما تريد، تبص تلاقي ما يجدش حاجة يقولها إلا إنه يثني على الله، يقعد يحمد ربه يسبح ربه يصلي على النبي. ليه؟ ليس له سؤال، يعني هو مع الله على ما يريد. فنى من اختياره إلى اختيار الله بكمال التسليم والتفويض والمعرفة والاكتفاء بالتوكل على الله. يبقى ليس للأولياء سؤال إنما هو الذبول والخمول. الذبول والخمول، الخمول عدم طلب الشهرة، والذبول يعني الانكسار في قدر الله وقضاء الله على ما يريد سبحانه وتعالى. قال وسمعته يقول نهايات الأولياء بدايات الأنبياء. لمن يدعي أن بعض الصوفية قالوا أن مقام الولي أعلى من مقام النبي، ده ادعاءات، ما قالوش كده أبدا. ولو قالوا كلام يوهم هذه العبارة توهم، فيتوهم في عقلك أنت لا توهم عندهم. يعني قالوا أن صحيح النبوة كلها وهبية وليست فيها مقام كسب، لكن الولاية لها جهة كسب وجهة وهب من الله عز وجل. جهة كسب من العبد انه بالاجتهاد والطاعة والعبادة والقيام بالفرائض والنوافل ربنا يرقيه من اولياء الله، فهي فيها مقام كسب. لكن مهما عمل كده ما يصلش للنبوة، النبوة لا تكتسب، النبوة محض وهب من الله وفضل. يبقى قالوا ان نهاية الولي بداية النبي، يعني اعلى مقام للولي هو اول بداية النبوة التي تأتي بعد ذلك وهب من الله، واعلى مقام للنبي هو بداية الرسول، واعلى مقام للرسول هو بداية سيدنا رسول الله. فيبقى نهاية النبي لا يعلمها الا الله، لا يعلم نهاية النبي الا الله صلى الله عليه وآله وسلم. أمال قالوا ليه كلام يقول لك نحن وقفنا نحن خضنا بحر وقفت الأنبياء على ساحله، بيقولوا كده. سيدنا محي الدين ابن عربي قال كده في الفتوحات، بيتكلم على الولاية، بيقول الأولياء خاضوا بحر وقفت الأنبياء على ساحله. فقالوا شوفوا المعترضين على سيدنا محي الدين، قال لك شوف محي الدين ابن عربي بيخلي مقام الأولياء أعلى من مقام الأنبياء، الأنبياء واقفين على الساحل والأولياء خاضوا البحر. الله، هو ما يقصدش كده. قال نحن خضنا بحر معرفة الله جلالا وجمالا وكمالا، وقفت الأنبياء على ساحله لأخذ يد الناس لخوض هذا البحر. يعني الأنبياء خاضوا البحر ووقفوا على الساحل الجنب الثاني، وإحنا لسه ما وصلناش للساحل الجنب الثاني، لأن إذا كان البحر له ساحلان فقد خاض الولي من هذا الساحل ولم يصل للساحل الآخر، لأن نهاية الولي بداية النبي، والنبي وقف على الساحل الآخر ليأخذ يد من شاء من عباد الله ليخوضوا هذا البحر. فكلامه يتفهم بمعنى غير المعنى اللي يفهمه المعترض على الأولياء. يبقى هو ما قالش أن الأنبياء أعلى، الأولياء أعلى من الأنبياء خالص، كلامه واضح، كلامه واضح. فهمت بقى؟ وعلشان كده لما تقرأ كلام للأولياء ويكون ملتبس عليك، أحسن الظن بأولياء الله أولا، واترك هذا الكلام ما تقرأهوش لحد ما تجد من يفهمك إياه، لأن سوء الظن بأولياء الله عقوبته إن ربنا يسلب لك نور الطاعة، يسلب منك من نور الطاعة، تلاقي نفسك في الطاعة والعبادة ومش حاسس بحلاوة ذكر الله ولا بحلاوة الترك، أو يصدك عن طاعته، او يفتح لك باب الخذلان، وده ملهاش لازمة. انت مش قد كده، انت مش قد كده يا الانسان الضعيف، احنا كلنا مفتقرين لرحمة الله. انت هتخسر لما تحسن الظن بالناس، على الاقل قول يا اخي يمكن خطأ مطبعي، يمكن اتنقل فينا غلط، يمكن الولي ما كانش يقصد كده، يعني التمس له اي عذر، او يمكن يقصد معنى اخر انا مش في بالي، وخلاص وقفل الكتاب ما تقراهوش تاني. يبقى اي حاجة هتخليك تسيء الظن بأولياء الله ما تقراهاش يا اخي، ابعد وخليك في التسبيح والذكر والطاعة أحسن، وابعد عن الشغلانة دي، لأن من آذى لي وليا فقد أذنته بالحرب. لكن في ناس متسرعة تقرأ كلام زي ده تسب الأولياء، سب الأولياء حرم وحجب، من آذى لي وليا فقد أذنته بالحرب. لكن حسن الظن بالناس، التماس العذر للناس،
دي عبادة كبيرة. إن بعض الظن إثم، دي يعني عبادات كبيرة الواحد لازم ياخد باله منها. وسمعته، قال وسمعته يقول نهايات الأولياء بدايات الأنبياء. هذه معنى نحن وقفنا، الأنبياء وقفت على ساحل بحر، الأولياء خابته، يعني وقفوا على الساحل الثاني. سهلة بقى تفهمها بمعنى كده. طيب ممكن نفهمها بمعنى ان هم رجعوا للساحل الاولاني، ما يجراش حاجة، ربنا رد الانبياء الى الساحل الاول ليأخذوا يد الناس لهذا البحر بعدما خضوه وعرفوه. ايه المانع يعني؟ يعني ينفع الاثنين، ينفع تفهمها بمعنى ايه؟ انه خاضوا البحر ورجعوا للساحل الاول ليأخذوا يد الناس، او خاضوا البحر وقفوا على الساحل الاخر، حيث ان بدايات الانبياء نهايات الاولياء. وقال سهل بن عبد الله الولي هو الذي توالت افعاله على الموافقة، لان احنا قلنا الولي من الموالاة، يعني ايه؟ يعني يوالي الطاعات دون ان يتخللها معاصي. وقال يحيى بن معاذ الولي لا يرائي ولا ينافق، وما اقل صديق وما اقل صديق من كان هذا خلقه. الولي لا يرائي ولا ينافق، ولكن يخالق الناس بخلق حسن، يخالق الناس بخلق حسن. وايضا في عكس النفاق احنا قايلين ايه؟ في نفاق او مداهنة، في مداهنة وفي حاجة اسمها مداراة. المداهنة نفاق، والمداراة هي ايه؟ هي في ظاهرها برضو اظهار ما لا تبطن، اظهار ما لا تبطن، لكن من اجل الاخرة. والنفاق اظهار ما لا تبطن من اجل الدنيا. يبقى النفاق او المداهنة انك انت تبذل اخرتك من اجل دنياك، والمداراة تبذل دنياك من اجل اخرتك. المداراة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نحن نبش في وجوه قوم قلوبنا تلعنهم، يعني كأنه يقابلهم بالابتسامة وقلبه بيلعنهم. طب هل هذا يليق؟ مداراة، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يداريهم، لانه كان يعطيهم من الدنيا تأليفا لقلوبهم من اجل ان يردهم الى دينهم، او ان يرد اتباعهم لدين الله. ما كان يجيله احد قواد الكفار اللي كان بيسميه الاحمق المطاع، كان يبش في وجهه صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانه تحت امرته 30,000 جندي، فلو اسلم ده 30,000 حيسلم، ولو اظهر له حقيقته هيقوم ال30,000 قتل المسلمين. يقوم النبي يبش في وجهه وهو يعلم انه هو من اهل الخذلان. ليه؟ علشان الراجل يسلم، يقوم يسلم من وراءه صلى الله عليه وسلم رحمة بالناس. لكن ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني ان تتنازل عن دينك من اجل دنياه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنازل عن دينه ابدا، بل تنازل عن دنياه من اجل دينه. فكان يعطي المؤلفة قلوبهم من الأموال حتى يذوقوا طعم الإيمان والإسلام صلى الله عليه وسلم. كذلك الولي لأنه وارث محمدي لا يرائي ولا ينافق، ولكن يخالق ويداري بدل ينافق. وما أقل صديق من كان هذا خلقه. وانت ما تحسن الظن بقى بعض مشايخنا اللي في مناصب المسؤولية، زي شيخ الأزهر، يجي لك الناس تفضحه، يقول لك شوف قابل وفد الفاتيكان. طب هيعمل ايه يعني الراجل؟ وفد الفاتيكان جاله، والوقت الصور والسي ان ان، والناس كلها بتقول ان المسلمين وحشين والمسلمين، فهو قابله بسعه صدر علشان يبين سماحه الاسلام. هو بيعمل كده مداراه، بيبذل دنياه من اجل دينه. طب ما تحسن الظن دي يا اخي، ولا لازم تقول يا اخي ده باع دينه من اجل الدنيا؟ ليه تسيء الظن بمشايخ المسلمين؟ ليه يا اخي؟ ما يمكن بيعمل كده زي ما نبينا كان بيقابل بعض الناس ويقول ايه نبشوا في وجوه قوم قلوبنا تلعنهم. ايه المانع يعني؟ ايه المانع انك انت تحسن الظن بالناس؟ هو بيعملها بغير حسن الظن، ده خلاص ربنا يساله. لكن انا لما اقابل ربنا وعندي حسن ظن بيه، وطلع هو بيعمل كده من اجل الدنيا، طب انا هيضرني شيء؟ مش هيضرني شيء، انا احسنت الظن بيه. لكن لو اتعت انا الظن بيه وطلع هو بريء بينه وبين ربه، بيقول انا بعمل كده علشان ابرع عن المسلمين ان هم يعني يهاجموا من قبل الاعلام الغربي، وان احنا نبين سماحة الاسلام، واننا نديهم فرصة يسمعوا الاسلام، فهو عنده مسوغ بينه في قلبه انه يعمل كده.
فيبقى بريء عند الله. تيجي انت تسيء الظن بيه يبقى انت اللي خسرت ولا ما خسرتش. يبقى اتعلم الادب مع المسلمين جميعا، تتعلم الادب مع المسلمين جميعا. فهمت بقى المساله؟ مش هتخسر حاجه ما تبقى مؤدب، لكن هتخسر كل حاجه لو اسات الظن بالمسلمين. وقال ابو علي الجوزجاني: الولي هو الفاني في حاله، الباقي في مشاهده الحق سبحانه. تولى الله سياسته فتوالت عليه انوار التوالي، لم يكن له عن نفسه اخبار ولا مع غير الله قرار. الولي تلاقيه ما يتكلمش على نفسه كتير، يقول انا وانا وشفت وعرفت وماشي وكنت وكلت وشربت، طول النهار قاعد يتكلم على نفسه. الولي مش كده، اللي بيتكلم على نفسه ده مفتون بنفسه، ده محجوب بنفسه. لكن الولي ما يقولش انا، الولي طول النهار يقول سبحان الله والحمد لله، يدل الناس على الله، لانه فنى في الله عن نفسه، فلا يرى لنفسه منزله ولا يرى لنفسه فعل، بل الفاعل هو الله والموفق هو الله، فينسب الامر كله الى الله. قل ان الامر كله لله. وقال ابو يزيد: حظوظ الاولياء مع تبيانها من اربعه اسماء وقيام كل فريق منهم باسم، وهو الاول والاخر والظاهر والباطن، فمتى فنى عنها بعد ملابستها فهو الكامل التام. يعني لما يظهر فيه تجليات اسم الاول والاخر والظاهر والباطن، لما يظهر فيه جمال التعينات في الاسماء الاربعه، كان وليا كاملا. فان تحقق بالظاهر اظهره الله، وان تحقق بالباطن ابطنه الله، وان تحقق بالاول فلا ينظر الى ما خباه الله في المستقبل، وان تحقق بالاخر فلا ينظر ولا يتعلق بما لم يعطيه الله في الاول. اما ان تحقق بالكل فصار هو الكامل. ادي معنى كلامه. فمن كان حظه من اسمه تعالى الظاهر لاحظ عجائب قدرته سبحانه، ومن كان حظه من اسمه الباطن لاحظ ما جرى في السرائر من انواره، ومن كان حظه من اسمه الاول كان شغله بما سبق، ومن كان حظه من اسمه الاخر كان مرتبطا بما يستقبله، وكل كوشف على قدر طاقته الا من تولاه الحق سبحانه ببره وقام عنه بنفسه. وهذا الذي قاله ابو يزيد يشير الى ان الخواص من عباده ارتقوا عن هذه الاقسام، فلا العواقب هم في ذكرها، ولا السوابق هم في فكرها، ولا الطوارق هم في اسرها، وكذا اصحاب الحقائق يكونون محوا عن نعوت الخلائق، كما قال الله تعالى: وتحسبهم ايقاظا وهم ركود. يعني تحسبهم ايقاظا في وسط العباد وهم ركود مستسلمين لقدر الله، فلا اختيار لهم ولا تشوف الا لله. وقال يحيى بن معاذ: الولي ريحان الله تعالى في الارض، يشمه الصديقين، يشمه الصديقون فتصل رائحته الى قلوبهم، فيشتاقون به الى مولاهم، ويزدادون عبادة على تفاوت اخلاقهم. يبقى الاولياء ما يعرفهمش الاولياء الاحياء بالذات، لان الاولياء الاموات سهلة، كل الناس يروح اي بلد مين الولي هنا يقول لك فلان اللي مدفون في الحته الفلانيه، والاموات دول اشتهروا خلاص بعد وفاته. لكن الولي الحي ربنا ما يدلش عليه الانسان في حال حياته ويشوف الولي الا اذا كان في مقام الصديقيه وفي مقام حسن الظن بالناس، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يدل على اولياء الله. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يعرفنا باوليائه حيثما اقامنا، وأن يعرفهم إيانا، وأن يحببنا إليهم ويحببنا إليهم. وسئل الواسطي: كيف يغذى الولي في ولايته؟ إيه الغذاء اللي بيتغذى الولي في ولايته في المقام ده؟ قال: في بدايته بعبادته، عبادة الله وأذكاره وذكره، دي غذى الولي في بدايته في حال سلوكه، وفي كهولته بستره بلطافته. لما يصل بقى لمقام يقوم ربنا سبحانه وتعالى يستره برؤية لطف الله عز وجل في صنعه، ورؤية حكمة الله الملتحفة بأقداره سبحانه وتعالى في عباده، ثم يجذبه إلى ما سبق له من نعوته وصفاته، ثم بعد ذلك لا يرى التجليات الصفات بل يرى الصفات، ثم يرتقي إلى الأفعال، ثم يرى بعد ذلك يغيب في الذات سبحانه وتعالى، ثم يذيق طعم قيامه به في أوقاته بعد ذلك، فلا يرى نفسه إلا قائما بالله فاعلا بالله، فيبدأ لله ويصير مع الله، ثم يعود بعد ذلك بالله. يبدأ لله عابدا سالكا، ثم يصير مع الله ناظرا مراقبا،
ثم يعود بعد ذلك إلى بشريته بالله، فيصير سمعه وبصره ويده ورجله، فيصير موفقا عبدا ربانيا. وقيل علامة الولي ثلاثة: شغله بالله، وفراره إلى الله، وهمه إلى الله. وقال الخراج: إذا أراد الله تعالى أن يوالي عبدا من عبيده فتح عليه باب ذكره. يذكروني أذكركم، إذا أراد أن يذكر الله عبده بإتحافه بالكرامات، لأن الله لا ينسى أحد من عباده حتى الكفار، خد بالك. لكن هنا الذكر المخصوص، ذكر التوفيق، ذكر الموالاة بالإحسان والإفضال. يبقى إذا أراد أن يذكر عبدا ألهمه ذكره، يبقى بداية سلم الولاية هو ذكر الله سبحانه وتعالى. فتح عليه باب ذكره، فإذا استلذ الذكر فتح عليه باب القرب، باب الإحسان، يبدأ ذاكرا لله عز وجل. فإذا استلذ ذكر الله أراد أن يذكر الله على أحسن حال، فيحسن عبادة الله، فيصير من المحسنين، ورحمة الله قريب من المحسنين. فلما يصير من المحسنين يفتح الله له باب قربه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك رفعه إلى مجالس الأنس به، ثم بعد ذلك يستوحش كل شيء إلا الله. ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك؟ يبقى لا يجد نفسه آنسا إلا بالله، فيستوحش الخلق. وعشان كده قالوا من علامات الإفلاس الاستئناس بالناس، لأنه صار أنسه بالله، يرى أن الناس كالدواء يأخذ منهم بقدر ضرورة ولكن لا يستكثر منهم. لأن حتى قالوا الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كثت أو كثت، هم لا يمد عينه إلى زينة الدنيا ولا ينظر إلى الناس كثيرا، بل يأخذ منهم بقدر الضرورة والحاجة كالدواء، لكمال أنسه بالله. فإذا كمل أنسه بالله أجلسه على كرسي التوحيد. يبقى صار بعد ذلك في الأول يرتقي من حال إلى حال، ثم بعد ذلك يقيمه في المقامات، ثم أجلس على كرسي التوحيد اللي هي وحدة الشهود عند الصوفية. أجلس على وحدة كرسي التوحيد، أي لا يرى فاعلا إلا الله، فلا ينسب الفعل إلا إلى الله، ولا ينسب التوفيق إلا إلى الله، فيصير يتعامل مع الله في خلق الله، يتعامل مع المكون في الكون. هذه معنى التوحيد. فلا يرى هناك ألوان كثيرة وأفعال كثيرة، بل الفاعل واحد وإن تعددت المظاهر، فيتعامل مع المظاهر المتعددة أنها صادرة من واحد سبحانه وتعالى. وده كرسي التوحيد أو وحدة الشهود، حتى لا يرى ولا يسمع ولا يجرى إلا بها ولا يحس إلا بها، فيصير فاعلا بالله، عاملا مع الله، لا يرى أن هناك فاعل مع الله، كان الله ولم يكن شيئا معه، وهو الآن على ما عليه كان. يبقى ده مقام التوحيد. ثم رفع عنه الحجب، حجب بقى النفس والشهوات والدنيا والأكوان، فيرى بعد ذلك عجائب صنع الله وجلاله وجماله في مكوناته، فيكشف عنه الحجب، وأدخله دار الفردانية وهي الأحدية، حيث كان الله ولم يكن شيئا معه. يبقى بعد ذلك يرتقي من التجليات، تجليات الذات المتعددة في كثرة الصفات وتنوع الأفعال، ثم بعد ذلك يرتقي إلى الذات الأحدية التي ليست معها شيء، ولا تقبل النسبة لشيء، ولا تقبل القسم على شيء. أحد أحد، أي لا يقبل التجزؤ ولا يقبل حتى التجليات، اللي هي إيه؟ حيث كان الله ولم يكن شيئا معه، فيغيب حتى عن الأكوان. يبقى اللي في مقام التوحيد يتعامل مع الأكوان في الظاهر، وهو لا يتعامل في الحقيقة إلا مع المكون. أما الذي في مقام الفردانية فيغيب حتى عن الأكوان، زي سيدنا بلال لما عذب كان في إيه؟ يقول أحد أحد، يمر عليه سيدنا رسول الله يقول له السلام عليك يا بلال، ما يردش على النبي، مش شايف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شايف حد، ولا حاسس بألم، ولا حاسس بالأكوان، ولا حاسس بالصحراء، ولا حاسس بحرارة الشمس، ولا بالعذاب اللي بيعذبه، ظهره يشلب دم وما يقولش أي. ليه؟ لأنه صار فانيا تماما عن الأكوان في مقام الأحدية، فألهمه الله بالذكر الأحد أحد أحد أحد. هذا هو المقام الذي كان فيه، تيسيرا عليه وتوفيقا له حتى لا يفتن من شدة العذاب. وكشف له عن الجلال والعظمة، فإذا وقع بصره على الجلال والعظمة بقي بلا هو، بقي بلا هو يعني صار
ثانيا في الله عز وجل. اللهم ارزقني الفناء عني، الفناء عني يعني عن شهواتي وعن نفسي وعن حجبي، ارزقني الفناء عني ولا تجعلني محبوبا بنفسي مفتونا بحسي، واكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. هذا من دعاء الأولياء معروف. بقي بلا هو يعني بلا نفسه، أي بقي بالله، فحينئذ صار العبد زمنا ثانيا، صار العبد زمنا ثانيا يعني ثانيا في الله، زمنا يعني مريضا من الأكوان، يعني حتى الأكوان نفسها صار فيها كالمريض العليل، فوقع في حفظه سبحانه وبرئ من دعاوى نفسه. سمعت محمد بن حسين رحمه الله يقول، سمعت منصور بن عبد الله يقول، سمعت أبا علي الرزباري يقول، قال أبو تراب النخشبي، إذا ألف القلب الإعراض عن الله صحبته الوقيعة في أولياء الله تعالى. شوف المشكلة، إن كثير من الناس يقع في أعراض الأولياء، ولا يقع في أعراض الأولياء إلا من ألف الإعراض عن الله عز وجل، أي عن معرفة الله سبحانه وتعالى، فده المحروم. لأن من عرف الله عرف أولياءه، ومن جهل الله جهل أولياءه، فلما لم يعرفوا الله جهلوا الله، فجهلهم الله بأوليائه فلم يعرفهم إياه، فلم يروا لهم حرمة. يقول لكم رجال ونحن رجال، هم مين يعني؟ ما يمكن دفنين تحت القبة دي قرد. ليه كده؟ ليه قلة الأدب؟ ليه قلة الأدب؟ يعني عندهم قلة أدب عجيبة، وده جاي يعني جاي بسبب الحرمان، بالرغم ان هو من اولياء الله برضه لاسلامه وايمانه، لكن حرم نفسه من حلاوة الايمان، لان الايمان له حلاوة، فلما طعن في اولياء الله حرمه الله من حلاوة الايمان. ومن حلاوة الايمان حسن الظن بالناس، ومن حلاوة الايمان معرفة الله ومعرفة اهل خصوصه. وعشان كده يقول لك، ثلاث من كنا فيه ذاق حلاوة الايمان، يعني الايمان له حلاوة، اللي يطعن فيهم ربنا يخلي الإيمان عنده ملوش حلاوة. يقول لك، أنا بقالي 40 سنة بصلي الفجر في الجامع ولم أذق شيئا مما تقوله أنت من الحلاوات والأنوار اللي أنت قاعد تقولها. أنتوا كذابين الظهر، أما أنا 40 سنة بصلي الفجر ما نورش قلبي يعني. يوم علشان هو حرم من الأنوار يكذب أهل الأنوار. طب ما أنت حرمت من الأنوار ليه؟ لأن أنت أصلا اعترضت على أهل الأنوار، فكيف تصل إليك الأنوار؟ كل ما يجي لك واحد شايل نور الله عشان يضيء قلبك، تروح انت قافل الحجاب بينك وبينه، تقول انا زيه مش عايزه، معتمد على نفسك. ولكن رب يقول، واسألوا الله من فضله، ولا شك ان الانبياء والاولياء من فضل الله، فاذا اردت الانوار فاسأل الانوار من فضل الله الذي اعطاها لاوليائي فهم من فضل الله واعطاها لانبيائي. فكما انك اذا سألت الماء لترتوي ذهبت الى الماء لتشرب، وإذا أردت الطعام لتشبع ذهبت إلى الطعام لتشبع، يبقى إذا أردت الأنوار اذهب لأهل الأنوار، وأنت في كل حال ذاهب إلى الله، أنت ذاهب إلى الله في كل حال، لأن الله هو الذي خلقهم وهو الذي أضاء قلوبهم، وأنت تريد أن تأخذ منهم قبس، تلتمس منهم قبس ليستضيء قلبك، وهذا القبس ما هو إلا من نور النبي الذي مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، اللي هو النور المحمدي الأصلي. فالنور المحمدي الأصلي الذي أضاءت منه جميع الأنوار وأشرقت منه جميع الأنوار، حتى أن نور الكواكب هو من ظل نور النبي الأصلي، فصارت كل الأنوار منبثقة من نور النبي، فهو السر الساري في جميع الأكوان صلى الله عليه وسلم، لأنه فاضت منه الأنوار. يقول سيد ابن بشيش في صلاته، اللهم صلي على من منه انشقت الأنوار وانفلقت، انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار. شوف، من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار، يبقى كل الأنوار منفلقة منه. أدي المقصود بآية، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، مثل نوره الذي خلقه هو النور المحمدي الذي تقتبس منه بعد ذلك جميع الأنبياء أنوارهم، وجميع الأولياء أنوارهم، وجميع أهل التوفيق أنوار الهداية، ثم جميع أهل الأرض أنوار البقاء والإمداد. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سبب الإسعاد وسبب الإمداد، ولولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، صلى الله عليه وآله وسلم.
وعلشان كده بيقول لك ايه، اذا الف القلب الاعراض عن الله صحبته الوقيعة في اولياء الله تعالى، فاحذر الوقيعة في اولياء الله. وقالوا من صفة الولي الا يكون له خوف، يعني مش خوف من الله، خد بالك اهو دي كلام مشتبه تيجي تقراه يوم ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه، وخافوني يا اولي الالباب، يوم يجي يقرا دي يقول شوف بيعرضوا القران، شوف شوف الصوفية بيعرضوا القران. لا، من صفة الولي اي الا يكون له خوف اي على دنياه، لانه ليس له شهوة يخاف الا يحصلها، فصار مراده هو مراد الله، فمش خايف على حاجة. ادي معنى كده، مش قال الخوف ليس له خوف من الله، لا، ليس له خوف على شيء طلب الله معه. ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي، يبقى النبي لا خوف له. النبي ما كانش خايف من حد خالص، مش النبي قال كده؟ كان لا خوف عنده صلى الله عليه وسلم، لا خوف عنده اي من الخلق. ليه؟ لانه من وجد الله فوجد كل شيء. ادي معنى ليس لهم خوف، لانهم تحققوا بمقام النبي. ايه؟ ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي، يعني لا اخاف شيء. ادي معنى لا خوف لهم، لان الخوف ترقب مكروه يحل في المستقبل، مش الخوف كده، او انتظار محبوب يفوت في المستقبل، وهو علم ان الامر كله بيد الله. هيخاف من ايه بقى وهو مع الله والامر كله بيد الله؟ يخاف من ايه؟ زي الطفل في حضن امه، هيخاف من ايه؟ طفل مولود رضيع في حضن امه، اول ما يشم ريحتها ويعرف ان هو في حضنها خلاص ينام، ولو هي قاعده على شريط القطر ما يبقاش قلقان، ولو راكبه في العباره اللي بتغرق. ليه؟ لانه في حضن امه. هيخاف من حاجه؟ اهو كده الولي كده مع الله، فهو في حضن اقدار ربه سبحانه وتعالى، فلا يخاف شيء، لا يخاف فوات شيء، ولا يخاف حدوث شيء، فالحكايه كلها هو مع الله على كل حال. والولي ابن وقته، ليس له مستقبل فيخاف شيئا. الشيخ الرسول بيقول اعلم صلى الله عليه وسلم، اعلم ان الناس لو اجتمعوا لان يضروك بشيء لا يضروك الا بشيء قد كتبه لك، ولو اجتمعوا لان ينفعوك بشيء لا ينفعوك، يبقى الضر والنفع هو الله، خلاص هتخاف من ايه بقى؟ يبقى بطل خوف بقى وبطل رعبه. تقول كده وانت نايم، واضعف حال للانسان وهو نائم، مش كده برضه؟ لا حراك ولا اراده ولا نظر، يعني وثابت في مكان، يعني لو يجي له اي اذى هيجي له يحصله، ومستسلم نايم. في اكتر من كده، يوم النبي يقول لك ايه عند النوم، اللهم اني اسلمت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك. شفت الجمال؟ وانت في اضعف حالك